يا عبي قلتك مين له مصلحة يقوس على أبو عزام؟ هذا أبو عزام ما خلى له صاحي. يخرب بيته، يخرب بيته هو ومرته. مخروب بيته أم رمزي، مخروب بيته هو ومرته. الله يلحق الحبل بالدلو. راح يلحقه يا بي، راح يلحقه. قال لك الشم لك زلعين قلم لك وصل حصيني بواق الدجاج. أشوف مين عم بدق الباب. خير إن شاء الله، قوم معه أخي. افتح افتح يا ول افتح. وين يطير؟ قال لك ذو بيدي هذه. الا يفتحون الباب. خير خير خير. وينه ابنك؟ وينه؟ ليكني خير. هذا اللي قوص على جوزي. لا حول ولا قوة الا بالله. شي بتقولي قوصنا لك على جوزك، شي بتقولي قتلنا لك ابنك. ايش وما في غير شكري بالحارة؟ لحد عليك يا الادغم يلي ما تستحي. هاتوا لي الحصيني بواق الدجاج، هاتوا. قرب طولوا بالكم يا جماعة. ابو رمزي شر يا عليك تتدخل بالسالفة. فوت يا عبي فوت، ما راح طول. يلا تحرك حرك. خلينا نحكي ابو مشعل. يا ولد ادخلوا كلة الباب، كلة الباب وراك. الحز تقولين ابو مشعل قال وسواها؟ الا لف حبل المشنقه حوالين رقبته من الكلب يا ما يستحي. وهذا اللي انا بدي اياه. زين بدي طالع لو بدي احط كل ماليتي، لاني متاكد متاكد انه ما دخلوا كله من وسيله. الله لا يسامحها ولا يسمح عنا. الله ياخذها، الله لا يسامحها، الله يفرجيني فيها يوم يا ربي يا ابني. آه يا ابني الله لا يسامحك يا وسيلة.